ازيكم يا اصحابي؟ انا سهيله مصطفى مهدي، انا من جامعه التربيه النفسيه. انا اخترت في مجلس الفصل المهام الاختياريه ان انا ابقى في جامعه التربيه النفسيه. اتمنى ان كنتوا تتعاونوا معانا، ان كنتوا تتبسطوا من الانشطه اللي احنا عاملينها لكم. باي. ازيكم اصدقائي، انا مريم، انا طالبه في الجيش 4. انا اخترت في المهام الاختياريه جامعه التربيه النفسيه، مثلا عشان كنت في جامعه التربيه النفسيه. واتمنى منكم يا اصدقائي انكم تساعدونا على الانشطه اللي هنعملها، ونشوفكم مبسوطين كده دايما، ونشوفكم مبسوطين عند الانشطه، وعشان نتشجع ونعمل لكم انشطه كمان. باي. ازيكم يا اصحابي، انا مازن احمد، انا اصحابي قررت في مجلس الفصل اللي هو كان عنوانه هي نختار معمولة اختيارية، اخترت مجموعة التربية النفسية. اتمنى ان انتم تساعدوني ان احنا نحل المشاكل. اصحابي انا معايا جودي وبسنت وسهيلة ومريم في المجموعة بتاعتي، واتمنى ان احنا نكون متعاونين في المجموعة. ازيك يا مستر بنور، انا عامل اللوحه دي عشان جماعه التربيه النفسيه، وده واحنا ثلاث افراد اللي هم عبد الله صالح ومعاذ ومحمد، وطبعا تحت اشراف مستر بنور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد طالب في الصف الخامس الابتدائي، عضو في الجماعة التربية النفسية، ومن أعضاء جماعة التربية النفسية معاذ ومحمد عبد الردي وصالح، ومعه تحت إشراف مستر أبنور، وشكراً.